لا سماء إلا بالصليب وروحي وقلبي بالصليب، إنه المنارة التي أوقد عليها المسيح نور العالم، فرفع عليه خطيتنا، تعذب وجلد ومات لأجلنا، ولكنه قام منتصراً. هو قوة المجاهدين وسلاحهم، فبهذه العلامة تنتصر، وبهذه العبارة بدأت قصة الصليب. صليبنا انتصر حقاً بعد العذاب والجوع والأتعاب وأنواع الضرر، صليبنا انتصر بهذا الانتصار عن سائر الأبرار، قد بدد الخطر. لبنان لبنان افرح بعد القدر، لبنان بعد انتصار المسيح على الموت، ردم بعض اليهود المتعصبين قبره وأخفوا صليبه وصليبي اللصين بعد أن كانت تحصل معجزات بسببه، فاختفى مدة 3 قرون إلى أن أتى اليوم الذي أراد فيه قسطنطين الكبير ابن القديسة هيلانا أن يأخذ روما ويصبح إمبراطوراً للغرب، وذلك في مطلع القرن 4 ميلادي. قسطنطين لم يكن مسيحياً، ولكنه يكن مودة كبيرة تجاه المسيحيين بفضل أمه، فجعل من الصليب شعار معركته التي شنها عام 312 على عدوه ماكسانتيوس، بعد أن ظهر قبل يوم من المعركة الصليب في السماء تحيط به عبارة بهذه العلامة تنتصر بأحرف بارزة من نور، فرفعت الرايات مكللة بالصليب الذي قاد خطواتهم نحو النصر. وهكذا انتصر على عدوه وأصبح إمبراطوراً على أوروبا بأكملها بين عامي 315 و324، فنهض بالكنيسة من ظلمة الدياميس وأمر بهدم معابد الأصنام وشيد مكانها الكنائس. بعدها نذرت هيلانا زيارة أورشليم قرب الجلجلة، وفي قلبها رغبة بالبحث عن الصليب المقدس، فأمرت بتنقيب المكان حيث عثر على 3 صلبان خشبية، من بينها صليب الرب الذي تم التعرف عليه بعد أن أمر القديس كيرلس بطريرك أورشليم أن يأتوا بميت ويضعوه على كل من الصلبان 3 فيختبرون فعاليته. فبعد وضعه على الصليب 3 بعثت في الميت الحياة من جديداً، فقام ومجد الله. على الأثر أضرم الجنود النار في أورشليم كإشارة للفرق الأخرى على النجاح في إيجاد عود الصليب، وكان ذلك في 14 من أيلول، فأمر قسطنطين ببناء كنيسة في المكان نفسه تسمى بكنيسة القيامة، التي لا تزال قائمة إلى اليوم في أورشليم وتحتفظ بخشبة من عود الصليب الأصلية، في حين الثانية محفوظة في كنيسة الصليب المقدس في روما، وما تبقى وزع على الملوك والأمراء والمؤمنين كبركة لمملكاتهم وبيوتهم. في القرن 7 أخذ الفرس الصليب غنيمة مع جملة ما أخذوا من أموال وذهب إلى الخزانة الملكية، وأحرقوا كنيسة القيامة وكنائس أخرى، وأسروا الألوف من المسيحيين بتحريض من اليهود، وبقي الصليب مدة 14 سنة في بلاد فارس، إلى أن انتصر الملك هيركل اليوناني عليهم فاسترد ذخيرة الصليب عام 628 وأعاده إلى أورشليم. إذن ليس 14 من أيلول بصدفة ولا إشعار النار ببدعة، وإنما يرتبطان بذكر هذه الحادثة التاريخية، وها هي الكنيسة تحيي كل سنة في التاريخ نفسه عيد الصليب الذي ما فتئ منذ ذلك الوقت يرتفع في كل نقطة أو زاوية من العالم، فبه يفتخر المسيحيون وفي كنائسهم وبيوتهم يرفعونه، وفي قلوبهم يحفظونه، وفي عيشهم يحيونه ويشهدون للمسيح. صليبنا انتصر افرحوا يا شبان، عدونا الشيطان حطم وانكسر، صليبنا انتصر من ملكه ينادي، ذاك الإله الفادي من حبني ظفر.